الاراء الاخرى. هو رايي ومن بعده الطوفان. بما ان حضرتك اتكلمت على قضيه مهمه قوي زي الختان، انا عايزه اتكلم على الناس اتحمقت جدا لما اتكلموا على عقود الزواج وناسين ان في اريافنا المصريه وفي الصعيد وفي الدلتا حاجه ظاهره، يعني هي دي اللي ضد كرامه المراه بجد. يعني دلوقتي القانون نص على ان مفيش زواج قبل ما تتم السن القانونيه اللي هي 18 سنه. طيب بنلاقي اهالي بيقبلوا ان هم يجوزوا بناتهم قبل السن القانونيه بعقود عرفي، وبعدين لما تتم 18 يبقى يكتب عليها عند المأذون. يعني انا مش شايفه اكتر من دي مهانه واكتر من ده تراجع. ما بالك بقى دول مش بقى ما بيكتبوش شروط، دول مش عايزين لها حتى حقوق الزوجه الطبيعيه. انا عايز حضرتك تكلمني على الظاهره دي وازاي بيغلطوا في حق بناتهم في وقتها، وخصوصا انا كدينا انا شفت حالات قدامنا. مرت عليا ما رضيوش يجوزوهم. يعني البنت بتبقى اتجوزت في غير السن وحامل وايدها على قلبها لما يكتبش عليها بجد. ده يعني صحيح، بس عايز اقول لك حاجه بقى، نتكلم بصراحة. أنا شايفهم ضحايا. عارفة ضحايا إيه؟ ضحايا ناس كانت بتعلمهم إن السيدة عائشة الرسول كتب كتابه عليها وهي بنت 6 سنين وبنى بها، يعني دخل عليها وبنت 9. أنا وأنا في الدنمارك في البرلمان الدنماركي الكلام ده اتقال لي، مع إننا لما يعني ندرس تاريخ بس إن سيدنا النبي اتجوز السيدة عائشة في مكة ولا في المدينة؟ الإجابة في المدينة. هي لما هاجرت كان عندها حوالي 17 سنة وحوالي 4 شهور، ولم تتزوج النبي إلا بعد حوالي سنة من دخول المدينة وهجرة المدينة، فأنت بتتكلم على 18 ونص. خلاص. طيب هنا لما نيجي نتكلم الكلام ده، ده إشكالية كبيرة. هو تربى بفكره على إن هي لازم البنت طلعت تبتدي تلاقي، ولذلك تلاقي الجرأة في الريف أكتر من المدينة. البعض بينظر لأن البنت حتى لو هنا يعني ظنوا إن حتى إن خلعت الحجاب فده معناه بقى البعد عن حدود ربنا وعدم الالتزام والكلام ده كله. يا جماعة الموضوع مختلف عما تتصوروا. لازم نربي الجيل الجديد على حاجة مهمة جدا. أنا لما بسن تشريع، التشريع ده بيبقى عرض على كل الجهات المنوط بيها المراجعة الدينية زي الأزهر زي دار الإفتاء، وبخرج بيه. الضامن هنا إن أنا بجيب أم تقوى على إن هي تقوم بدور الأمومة، لكن اللي بيحصل يا سيدتي إن هو طفل بيتجوز طفلة وبعدين إيه يحصل حوالي 10 مرات سقط. الطبيب يقول لهم أصل الرحم خفيف بالمعنى الريفي، يعني ما تقدرش تحمل. ونفضل عمالين نلف في الفلك ده. ما أحوجنا إلى الاستنارة والوعي، وسيدنا النبي علمنا يعني فضل القوانين إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.